إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحنكسو جنة تفسير كي قرآن كريم كا ودرسي جنة سغاشن يتضبات ونغب الله بنا يا آيات دكوغاد من سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات ملائكة النفط هذا صفان كردارتو إلهيري صفان صفتان فالزاجرات ملائكة عنانتان كردارت زجرا عنان فالطاريات ملائكة أخردان كردارت ذكرا قرآن إن إلهكم معبودك إن حقا لواحد ومد رب السماوات عراريال كمد كابوريوي يو الأرض دولك يو ما بينهما انتو دحيدا ورب المشارق يقرح كصوبح يالك ربك أبو ري إمامولا. سورة الصافات وسورة مكية وقرآن كي سودغي قبل الهجرة قبل الهجرة قرآن كي سودغي أي كمتاهاي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وغير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف صلاة دين لفوذيه ومرك معناها ضدك التي تجري صلاة دين لفوذيه أمر جري وهي أمنا بالصافات صلاة إمام نوعا ونا نقول تجري صافات تاس معناها وحي الفامسين إذا قفك فوذين تصلاة دين لفوذينا معناه إذا ووحي وينسوا سورة داس وكلا انتلقوا أقليه أي هتنا فوذين تهي معناه إذا نسائي حديث كوري حديث ثابت قال الله تبارك وتعالى بسم الله إله مبعيسا سورة كب الله الله الرحمن النحريس تبالارا كتل ماما الله الرحيم النحريس تيسا قارسي عد الدون مخلوقي سكمد والصافات ملائك تصفتان كبارنا إلهي سبحانه أنفسهن النففيالك وصفا صفتان وحا صافاتك وحا ويان وملائك تا وصفت ربي قد سمر وصفت مرأيت وصفت نبي نسوبا صلى الله عليه وسلم وحكسنا لحديث إمام مسلم صحيح سوكوري ونبي قد فضلنا على الناس بثلاث ذاتك وحنا لك فضلي وديرادهان إلهي أمت لأن نسيي صدح الرموت جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة صففك أن وحنا لقدق ربي كدقي سيدا ملائكة صففك وضعوكال وجعلت لنا الأرض كلها مسجد بلقنا وحانا لك قدقا إذا ما أنت اسمي اللي قدتك وما ذي هريتو صلاة أبما أنسحينين إلا ميلها صلاة الله عيني ماهاني يهود وكلا صلاة كما أنسحين إلا بيعدا وين الله تقان نصارى وين كريسيد الله تقان باي ميلك اللي تكتك دان صلاة كما أنسحين بفضل الله ورحمة أمة محمد kan badas jooga markabku ku tukana waa kan saxe midka waxa way miiga jooga geeliisa iyo arigiisa iyo beertiisa ku dhaxdu kana waa kan saxe waxa weeyaan waa raxmad ilaahay iyo fadl ilaahay tan afar aan tan sadaxaat ma nabiga uu xiray sallallahu alayhi wa sallam wa ju'ila turbatuha lana tahuran idha lam najidil ma dulka aradisa turabtana waxaana la kaga dhigay waxa weeyaan mid wax dahirta oo waxa weeyaan hadaanan biyo helin uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam oo qofka waxa weeyaan hadsagoon wax biya arag uu intas suuligiisa galo soo xaje guto dhagax ku isa joodo dhulka ku boorayso iska tukana marka sabab dibi biya haysan dahara qaadan oo tukana taasna waa fadl ilaahay marka malaa'ikta safkooda safkayaga laga mid dhagay uu nabiga sallallahu alayhi wasallam taasna waxa si fasir ah hadiis kale muslim ku wariyay النبي يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها موادنا أسفنا أسفنين مركات صلاة كتير تكريسان سيدا ملائكة أسفة ربك الأكتين وعلى ربادتك المسلمين تأمركي تكريسان
inay u saftaan sida malaa'igtu ay rabbi agtiisa u safato sidaas laga raba markaas ay saxaabadu waxay yiraahdeen qulna wa kayfa tasuffu al malaa'ikatu 'inda rabbiha malaa'igtu say u safata rabbi geed agteeda markaas uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam yutimuna as-sufuf al-mutaqaddima malaa'igtu markay rabbi xusayaan sufufta hore dhamaystiraan safka horon buuxin saf kale ma bilaaban malaa'igtu tiri sidaas annaga nala karaba waxa la rabaa safka horon hal qof ka dhimay inaan saf kale la bilaabin laakiin maanta masjid keenana kale kan oo kale waliba ugu daray duurkii iyo casirkii bal eega halka aad arkayda shan saf oo bilow ah oo shan tura inta qabyo ka yihiin ka kaasu ti ilaahay ma amray ma waa dalal soo ma jeedin marka waxa weeye safafka waa in la dhamaystiro oo waxa weeyaan sida malaa'igta loo dhamaystiro malaa'igta nabigeena subaan wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam waxa weeyaan safka hore ayagoon dhamaystirin saf kale ma bilaabaan muslimiintana sidaas oo kala waajib ku ah waa waxa weeyaan safka hore ayagoon dhamaystirin saf kale inay bilaabaan ma banaana tan kalena nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam wayatarasuna fi safi safkana way isku dhajiyaan malaa'igta malaa'igta labadan qof waa inay isku dhagan yihiin meel uma dhaxaydo meel uma dhaxaydo halkaasan iska istaaga halkaasan iska istaaga maya laba qof oo waxa weeyaan isku garab tukanayda waa inay isku dhagan yihiin labadan qof meel waa inaysan u dhaxayn waa inaan meel u dhaxayn alxamdulillaah waxa weeyaan masaajideena taas xogaa inay ruun yihiin dhacda xiriiriga miya keenay mise sunnada la garana midday rabtaa in sunnada la garanayaana ku fiican laakiin masaajidda qaar sidaas ma ahan waxa weeyaan labada qof dhexdooda meela ka banaan waana qalad bal dadka gabal waxa weeyaan dad ku soo dhawaato waa kaasi sikanaya oo khalas sida xanafiyada oo kale iyo marka taas oo kale laakiin sunnadaas waa in la fahmo labada qof la isku dhajiya wasafati malaa'ikta saftan ku dhaartay anfusahuma macnaa nafafyaal kara safan safitan فالزاجرات ملائكة عنانا تانكو دارتا زاجران عنانا شو زاجرق واريبيد دا يدفاعيد حتى انا واحد لوريك اذا عطكا واحد لوريك دفاعيو نحال لوريك اذا اللبا قول ايا مفاصرين تليهين قالوحو لي ايوا ملائكة واحد عنانا ميان واصحابك اما ضرورتا ضرورتي عنانا ميان صورتو عن رب العالمين ايا امراد ضرورتا ملقان انو وضو oo kaxeeyo oo meel heble u biyahan ku dajiyo meel kasta waxa roobku ku daaya waa meel rabul caalamin u soo diray meel iskaga taaysan ma jirto daruurto ma jirto rabbi ya soo amray marka malaa'igtu way kaxeynaysaa daruurta way canaanaysaa meeshii ilaah ugu talagalay u wadaa sidaas waa loo fasiray qawlka kale tan waxa weeyaan saajiraa wa aayaadka dadka xumaanta ka reeba aayaadka oo dadka xumaanta ka reeba oo ka zajrinaya qofka shirkiga iyo kufriga iyo macaasida ka reebaya aayadkaas weeye labadaas qol qol kala jira culumada dadka xumaanta iyo macaasida ka reeba laakiin ibnu jarir at-tabari wuxuu yiri rahimahullahu ta'ala macnaha ugu haboon in lagu fasiro waxay tahay aayadan macnihi mujahid iyo culumada kala ku fasireen oo ah malaa'igta inay tahay sababtoo ah horay ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu soo dhaartay saafaa صافات كان وقول إجماع وحاء أهل تأويلك معنى علماء تفسيرك وحي كل إجماعين إن وحويان لوريك شهدو ملائك تأيني تهي علماء دم أياكو إجماعي وحويان إن صافات لوريك شهدو ملائك تهي مركة آيات باسورة حدي الله كسو بلابي ملائك تهينو كدارتو آيات دان كو إكتل دورك قول كسو أرورتي وحا هبون اللو فصيرو ملائك تهي illa malaa'ika la ku soo dhaartay dibta mana malaa'ika la laga keenay marka maadaama hore tan hore la isku waafaqsan yahay saafaat inay malaa'ikta ay zaajiraat karo in malaa'ik laga dhigo fa zaajiraat malaa'ikta anaanatan ku dhaartay saxaabka anaanata oo ku qeylida zaajiran anaan fa taaliyaat malaa'ikta aqridan ku dhaartay dhikran quraanka oo kutubta ilaah ku soo dhiibo oo rususha bani aadanka la timaado إن إلهكم جواب القسم كوا كان مقسم عليه شيء درتيس إله أبارتي إن تاسو دان إله وكو لأي وحان أبو بارتي إن إلهكم معبود كين حقا إبادة أستاهلة إبادة مضان إبادة أصوبرة لواحد وحلمدة
intaas oo dhan Allah wuxuu u dhaartay inuu seen jirin cid kale ee ibaadan mudan ee in la caabudo astaahila ee ibaada xaqule inuu seen jirin oo yahay hal mid midka ibaadada mudan midkaasna waa la fasira waxa leh rabbu samawati ka bedelo rabbu samawat wa irariyalka ahadka abuuray ee rabbiga u ah midka samawaadkaas waa weyn abuuray milkiyah maamula kaas weeye والأرض دولك ربك سويه كان أبوري دولك ملكك أوله مامولا كاس ويه متك إرادة كالي اسمدان إيا وما بينهما إراريالك يبول اليالك وحاوب بحيا ملائق لي شيادين لي بنو آمن لي بمان الله أبوري مامولا الله سويه متك مدان إلا عابدو ورب المشارق قرحك صبحيالك ربك إسكاله ملكي مامولا ويه مشارق وجمع مشرق مشرق نوح وين ماشي قرحه كصوب حضور ميلاد بدن لا دغه وا جمع سبب تو اه صبح بقول يا لخدان ميلود اي قرحه كصوب حدا لبا صبح او اسكو خيتنا اسكو ميل كما صوب حضور ماركا رب المشارق ماركا دا مشارق بي الله شيغي وا لا غابسد مغاربتي لكن ايات كلا سداس رب لو شيغي فلا اقسم برب المشارق والمغارب ماركا قرحه سنتك هبينديس او دن waxa weeyaan 360 ka ah midba meel ay ka soo baxdaa quraanku marna wuxuu yiraahdaa rabbul mashriqi wal maghribi oo waxa weeyaan hal mashriq iyo hal maghrib hal mashriq iyo hal maghrib waxa weeyaan waa sawaab hal mashriq iyo hal maghrib oo maxaa loo jeedaa jihadaas bari ah oo ay ka soo baxdo iyo jihadaas galbeed oo ay u dhacdo marna waxa la leeyahay rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn waxa weeyaan laba qorax ka soo baxaya laba meelood ay u dhacdo waa sayfka iyo waxa weyn shitaaga waqtiga xagaaga ah iyo diraacda labadaas waqti waxa weeyaan labada meelood u kala fogay ka soo baxda dhanka bari labada meelood u kala fogna way ka kala dhacda marka labada waqti u kala fogta markaasna laga soo qaaday dhamaan way iswaafaqsan yihiin marka rabbiga nuucaasa ee maalin kasta qoraxda meel gooniya ka soo saaraya kaas way mid ka cibaadada astaahila inna annaka ilahiri zayyanna wan qurhinay as-samaa irki wan qurhinay samada ad-dunya ebdaw bizinatin quruh ayan ku qurhinay al-kawakibi hiddigan ku qurhinay wa hifdan wa hafidnaha samada wan ilalinay hifdan ilalin min kulli shaytanin shaytan damanti san ka ilalinay shaytan kaso maridin marah adag oo qayrka ka madah adag لا يسمعون مدغيس ضلبان شياطينتو الى الملأ جمع على اعلى اسريه ويقذفون ولو صوتورا غنتالها من كل جانب بنعكست لوغا صوتورا دحورا ايرين يفوبين لفوبينيو ولهم وحان اسنا على شياطينتا عذاب 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 كاس واصب دائم وجوكتا الا من شيطان ما هنه خطف الصادفة الخطفة ضفت مرأة وفاتبعه صرعه شهاب قنتال قنتال كاس وثاقب ضلالية الله سبحانه وتعالى وحنا غور من قروح ذا وصمد قرحيي وقف كستوفي رياء ودريم يقروح ذاس قال تعالى إلى وحيري إنا أنك زينا وان قرحيني السماء السمدي سماد الدنيا ادو او دلك صاحبتا بزينتين لراقرا اسوغان بزينتين او تنوين ا اي بزينه تلك واكب او لا اسكو اضافيه لبداس لبدوا هو اسكو معنى لبدا حافظ كو واشي وانا اسكو معنى وها وين هدي لا تنوينيو بزينتين قرح ايان كو قرحني الكواكب ايان كو قرحني ولا بدلنا haddii la isku idaafayna waxay noqonay bisina tilka waakibi xidigaha quruxdoodan ku qurxinay kalabadaba macna waa isku mid ilaahay samada wuxuu ku qurxiyay waxa wayan xidigaha xidigaha ayaa ilaahay ku qurxiyay sabab xikmadooda xidigaha loogu tala galay samada qurux ay u yihiin shayaadintana rajmiyay u yihiin dadka banu aadanka dhulka joogana waa calaamad ay ku socdaano ay jihooyinka ku kala gartaan sida rabbul alamin wa alamatin وبالنجم هم يهتدون مركا صدح لاس فائدة حدقها إلهي أبو ري سبحانه وتعالى صدح لاس فائدة أيها إلهي أبو ري حدقها
إلى وحوري سبحانه وحفظا وحفظناها سمروان إلى الني من كل شيطان شيطان دمانتيس شيطان كاسو مارد مرح عرق شيطان كاستاء مرحي وقير كت إدلابي وحق كم مرح عرق وانك إلى الني إلى يري سبحانه وانك إلى الني لا يسمعون مدقيس الضلبان تسمع وتضلب السماء ودقيس إن أتراد دوي لا يسمعون مدقيس الضلبان شياطينتو إلى الملأ الجمعي جمعي على أعلى سرين تبنى وملائكتا ويقذفون وحلو صوتورا بالشهد دي جنتالا لغو صوتورا من كل جانب بنعكستا وصمدا كمتا وعيسكو ديانا لغو صوتورا محال لغو صوتورا دحورا لأجل الدحور عيرين هي فغين لفغين الدرادد فغين لفغين الدرادد ولهم وحانا أنسوا ناضي عذاب 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 كاسا واصب شوكتا انت نبينا الله صدر صلى الله عليه وسلم وحاجرين شياطين تصنادا وحي كلها مالا اي دقان مالا اي فريستان اي كلها ايان سماء الدنيا وحي دقان سجرين ملائكتا الهي وحيالا أسو وحيودي وحويان إلا هذينك الليلة القدر هذين كاسا سنادا صدام وحا دعيا ملائكتا ملك والبشا قد الهي قدرين لأبيسية انت سوقف نفتك قاد انت سوقف ايال نفت لغو افوفه عروره قلان ايسا انت سا بمان ايسا انت سا عافمان ايسا انت سا عذر كبع ايه حنونسان ايسا هذين كاسا الله شيغا ملائكت مركي الله شيغو سنادا يسقو شيغا ايان سيدا سال كاس اني قفاب كد كشبا ليري كاس وحنونسان يهوانا ادي مرايا نفتان كقادة مدهب لا ملائكت يكو شيغا ايساني شيادين تي مركا تأس قران قران ومدبا مدكا كلاتو دولس دول قرو أي سمادة تغيانا ميالا فريسانا ياني دغيسانا يان كلمات مركا مقلان ومدكا وو قرر يان مقلو كلمات ديو قادا مركا سوء شيغا كيكس هوسي كيكس هوسي كنكوسي كنكوسي مدكا دولكا جوغا إلا اللو ديبو كاسا مركا دادكا وحشيكتا على اللي دا اتاقا مركا دادكا قران فيسي يالكا هي كتابة هرغا أما فاليا أما مريمية أما قوريا هبانكي يانا لكسو دقايرا بادك أدوغو وحشيغا شياطين تا بادك آسي أدينا مركا كلمات دي كلمات دي مركا سداسا با عيدا أولي وحونا كدرا ساقاشم بينود ساقاشم بينودنا وكدرا متاس وحشيغا يهلك كلمة الله شيغي مكو أدكي سنيو رواد هاد دو سوء الولي حافظ مكثير ساقال أولي لكن حديث صحيح يكسو كنت ساقاشم كدرا مركا يكدران مركا كلمات داس إبليس قدامت أوكالي وام حي قدامت أوكالي وحي تهي وحبوه الشيغة وحي مركو الشيغة سيدي أدعي وهلكي كلمات هلكي كلمات هم تهيدوه سيدي أدعي مركي دعوه شايدان كباهين عرين طاف ميال كستو مرسينة وليه هاي هين الوال الحقيقي وانيو حبكاس وحبوك لما تنهي كرو ماليه بلي إهاد ساسو الشيغة سيدي أدعي أنا أتاقنا ميال كستو مرسينة هلكي مدها sagaashan iyo sagaal ka beenood faafima shaydaan sidaas darteed qofkaas wax sheegay meesha fadhiya badanaaba ma arkaydo qof la kadaab weey anuu inta saas iyo u tagay been noqotay waa yari qof saas haddii badanaaba shaqo shaydaan kama shaqo dadku iska aamusayaan qof qeyb kan ka shaqeeyo ka digayo hadba asagu shartaa la dagaalama ma ahane badanaaba ma faafinayaan shaydaanku ku kicima laakin halkii marahad oo runta noqotay ayuu meelka sa shaydaanku marsiina si ummad ugu fidnowdo qofkaas qaabkaas ayay shayaadintu u shaqay jireen markii nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam wahyiga lagu soo dajiyay oo la soo diray shayaadintii meelihii ay inay faristaan dooneen meelihii markay faristeen gantaal lagu soo riday gantaalkaas marka lagu soo rido laba meedu mid yahay kelimadii asagoonkii ka hoosay waliba u dhiibinay ku dhacdo oo gubto ama waasho markay ku dhacdo ama waa gubanaya ama waa waalana isku dardara soo kelimad diibin marna kelimad diiyu diibe markuu diibo kadib aan taa ku dhaca markuu diibo kadib uu ku dhaca marka dib kaasay maraya intaas dib wuxuu u maraa soo gantaalaas ku dhacayaan waxa weeyaan inuu qof baadiyo naarta la faristo oo wehel naarta qof ugu noqdo intaas dhibaataas uu maraa kadib marka iblis uu sheegay dadka xiray warsalada madax waa la gali waayo gantaala ka soo dhacaya meelii iyo goobii aan fariisay jirno dhan waa la tagi waayay marka wuxuu yiri waxba dhulka ku soo diriyay bal meelaha soo marmara kadib waa kuwi arkay jinku nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tukanaya
وحويان بين جبلين نخلة ماشا اللي راه دو لما ريد البرد دحيو دا مركاس يوشيغي مركاس يروعك عصار انت سود بذلي قول الواردين ومدس مدس ويوح الواردين مركا رب العالمين وحور الله يسمعونا إلي دقائستان مطلبان واسكما ضيان إلى الملائي جمع على أعلى سرية وملائكة السومة دقائستان ويقذفون والغصة طورا بالشهبي وهو جنتالا الغصة طورا من كل جانب نحك استوى السنادة كمتعة وهو يواكر حدك ولا علا حدك وحي إليه المفاصلين تو ميشا كفوق ما حدك المركو دعي اللقور دا شياطين تا حدك ومن مفوق السنادة ما فرح حدك بيلي وهو شعلات سيدا مارك تيضبكو هلعي سون تقن بيل كمدوشو تبكن سيسي ماهان حدك هلعي كقوئي كاسا كدعي شيطان اما حدك ماشي ثابت كي يكون دقي ما ولا فوق اي حد انت سلع يرى كجو اي هلا عيسى كدعي هلا عيسى كدعي مركا وا لو تورا دينا كاستا لوغا سو تورا دحورا فغين لفغين ايو ايا لوغا تورا ولا ما حنو سناد عذاب 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 كاس واصب او وحا ويه دائما ومد مستمر او دائم هو جوكتا الا من شيطان ما هن خطف دفا الخطفة ضفت مرة ومستر مرة هل مرة ضفة فأتبعه صرع شهاب قنتال ثاقب افتيمية ثاقب كأسل كالثقب وقدك وحوليان هودا أطنان افتيم كيسوا كسو قد بحدي قاس مرة وضعيو هودا أطنان تكسو قد بطنان كقفك تشوغا وأركا ولا لعبس بل حتى مركز دارن إركفيرين دول كافيرين دول دريم إركين وحكاد عين مركز ثاقب وحوليان هو دا صدن وكسو قدبا مركا وا افتيم اوي حدك افتيم بران وي قال تعالى الى وحيري فاستفتهم بالنبي ويدي كفارتان بعثك ديدان اهم اياغا ميا اشد ارايق بران خلقا حق ابو رستا ام اما سمان دول ايا ارايق بران خلقنا ان ابو رمي انا انغو خلقناهم اياغا وان ابو رمي بنو ارنكا من طيب من طين بابا كابورني بابا راس لازم دغيو او غانت كو دغيه بايس كبداي عجبت واد لا يابت النبي سبحانه ويسخرون ايغون وابايس كيس كيسيان واذا ذكروا مركه لوانيو لا يذكرون ما وان سميان واذا راوا قالوا مركه اركان ايه معجزه يستسخرون واكيس كيسيان وقالوا قالوا وحي راهدين إن هذا ما هذا ما هن قرآن كان وحا لغو شيغي إلا سحر فلفل ما هن سحر كاسا مبين بيّن عد سحر نمدي سعد داهاي أيضا متنا أن نبعث من الصابحنا إذا متنا مركان لمنو أو وكنا أن أهانو ترابا عرّ إيا وعظاما لفو أينا أنك لمبعثون مكوال الصابحنا يامناهاي أو آباؤنا أبيال كان من الصابحين أبيال كي الأولون هري قل وحاتر النبي سبحانه نعم ها والين صابحين والحال أيالين صابحين أنتم إذن كداخلون كود ليسن آتيهين فإنما وحك لماهن هي أي البعثة صابحين تاسنا زجرة وقيلة قيلة راس واحدة كريدة فإذا إسلام مكبهم أضمدي ينظرون وافيرين أيان إلى أهوال القيامة شدد قيامها كجرته فاستفتهم الله سبحانه وتعالى وحليه النبي صبان فاستفتهم بل ويدي سؤال النبي صبانه افتا ويدي جواب ويدي كوا منكر البعثة كوا بعثة جديدا إلى مركان إمانه بابعنه من الصابحين ويدي كوا أصبح السؤال فاستفتهم بل سؤال ويدي أهم أيها مية أشد أبايك بران خلقا من جهة خلق حق أبو رستا أم أما سمن دول أي أبايك بران خلقنا آن أبو رمي وحيالها آن أبو رمي السماوات كأبولك وحاود حياء ملائكة جنك إنسك إيا مخلوقات كأسكالي طبورها كفارت وحي قريهن الله إنو أبو ري قال كأبوين حتى إبليس واقرين وحد ويدينا مركا يا وين بورها إركا بولكا إيوه أيقان بنو آدم كقف شخصي إلا أبوره يا وين قف كستاويحو الدريم يوكو قسمين ويدادا وحا وين بورا سماواتك إراريالك دولاليالك إيا مخلوقاتك مركا ديدي دي مركا عقل مكو سعطا
ilmina kuma socoto waa inaad iyo hal hadal oo afka iskaga yiri sababtoo ah irka yaa abuuray marka leena allah abuuray leeyin idinka naftu marka idin ka dhacdo midii ku soo xiri kara maya marka taas waa la ogyahay in aan aqlina keenin ilmina keenin marka waa la ifhaamina wala afjara fast taftihim su'aal waydi ahum ayaga miya ashaddu adayd badan khalqan haqa abuurista am amase man dul ayaa adayd badan khalaqna anannagu abuurnay oo samaawaadkii iyo ciraryaalkii iyo dhulalyaalkii iyo wixii u dhaxeeyay ah inna annaga u ilaahiri khalaqnaahum banu aadanka wa abuurnay asalkii loola jeeda nabi aadan asalkii nabi aadan ah min qiinin baadan ka abuurnay dhoobadaasu laasibin dhagayo gacanta ku dhagaya dhoobo oo qoyan oo aan aadna u jilicsan gacanta ku dhagaya oo xanjaseedi ugu dhagaya taasoo kalaan ka abuurnu ilaahiri marka banu aadan halkaas laga abuuray bal iskaba daaye waxa weeyaan inaan ilaah soo bixi kan wax jira ma jira wax jira ma ahane inaan ilaah soo bixi karine ajibta waad la yaabtay nabiga subhanahu macnahaas dadkan doqonimadooda iyo jahilnimadooda ayaa aad u la yaabtay kuwa inkiraya dacfiga hayla waa shay xaqiiqaa oo cad oo aan wax weeyaan la inkiri karin allihi abuuray makhluuqaadka intaas leeg inuu qof nafsoo geliyo waxa weeyaan waa wax iska cad oo qof walba gara karo وَيَسْخَرُونَ أَيَّنَ وَاسْكَجِسْ جِيسِيَا لَبَا قِرَاءَ كُجِرْتَا وَحَوَيَنْ بَلْ عَجِيبْتَا وَتَعْدَ لَكَرْدِغُو إِيَا بَلْ عَجِيبْتُو وَتَعْدَ لَكُدُو مركاثنا وحوين من آيات صفات اي كامل نقونين بَلْ عَجِيبْتُو أدلرا ووحي نقونين بَلْ عَجِيبْتُو أنا عَدَ اللَّي يَابِي سوء الله مركاثاس إشكال قرسو أروني وحي رادان عجب إلهي اللهم النسبيو وحوين 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 قاعدة تاهي إذا ظهر السبب بطل العجب مرهب عجب كوحو كي ماذا أرنتانو السببتا يكون على إني كاقر صنطة أولا هذا سيدي كوح إلهينا واحد كاقر صنطة مرهب ووحيطة قاعدة دي مركة إذا ظهر السبب بطل العجب مرهب داي السببتا يأرنتو كوح على عداتو إي عجب كينا وابدوري عجب ماتشلو مركة سي عجب لوغو نسبينا أولاد وساسي يرادين مركة أهل سنو وحي يرادين عجب كمكينو سبب كو قرصوني كليه لبع الرمادة كانت عجبك مدوحي تهي خفاء السبب سبب تعرين تان كانت إني كا قرصون تان تاس وارهم إله اللغم الصفية حال إله وحكا قرصون مجرى تان لبعت وحي تهي مجاوسة شيء عن أمثاله شيء إنو كالقدبو وحيالي أساق الله متكاها إنو كالقدبو تاسن عجبك كانت ورشيء كان محاسدان كان لغي معناها سببك واد قال لكن شيغان شيغي لميدكا واو ضافي وي شيغان شيغي لميدكا انو كغدبو او سياده كلي يهاين عجبتي كانتا ميدان الله نو نسبينا وا ميداس او وخيو وار شيغان وا كغدبي امثاشيسي تاس وي لكن الله وحده كما قرصونا marka waxay tahay wax sidi lugu yiqin baro aalan fakarkood way ka gudbeen irkaya abuuray alle qof naftu ka dhacday min soo gali kara maya ayay marka waxa weyn qaabkii fakarkii banu aadanimada qaliba ka gudbeen xagga inaadka meesha ay gaareen marka ajabka waa mid kaas weey oo ah mujaawasatu shay an amthali shay inuu ashaadi la mid ka ahaa ka gudbo weey bal ajibtu waan la yaabo marka leena min aayat sifat markaas ay noqonayda bal ajibtu nabiyow waad la yaabtay wayaskharuna yaguna waa jeeskeesayaan وإذا ذكروا مركا لوانيو لا يذكرون موان سميا مركا لو عقل إليو آيات كاللغو الدلاقيو موان سميا وقوم لو غير إليو النار مركا نار تيو سعودان موانا قادم إيان وإذا رأوا مركا أركان آيات آيات يمعجيسو يتسكرون واجهت يسيا مركا أركان آيات ولغو إفراقاتو وحلغو فهمو عد وطوص إذا ضعفه إيا وحيالها الدين إيان ومسكتش يسيا أيو marka wa qoman wax inay fahmaan loogu tala galin qala taala ila wuxuu yiri wa qalu qaladi waxa yiraahdeen in hada ma hada kan maahan wa quraankii quraankii ilayhi in hada kan muhammad laymit maahan illa sihrun falfal maahan falfal kaaso mubinun af waxa yiraahdeen a idha mitna am nub'athu man la sabihina idha mitna marka aan dhimanno oo wa kunna anahamo turaban arro iyo waidaman lafo aina annaga la mabcuusuna kuwa la soo bixina miyaa mahay istifaad inkaariya wey maba dhici kartay leyin caqliga ma geli karto
أو آباؤنا آبيال كان ملا صاب بحنا آبيال كي الأولون هريي كواسنا ملا صاب بحنا معناها السؤال هو استبعاد هي إنكاروي قل وحاك رمضي صوبانو نعم ها أي تبعثوا أولا يصاب بحنا نعم تساسي كدقان نعم ها ولا يصاب بحنا والحال أيالا يصاب بحنا أنتم إذنك الداخلون كويت دولي سنتين هذا هو الذي يسير شيئا إذنك دولي سن أو إهاني سن الله يصاب سارا فأسأل رب العالمين كله هو وحيد ويهن شباد مارك إله سبحانه وتعالى أنه شيئا يصاب بحنتو إلي سن إلهي وحكو عرص باهاي إلى وحيد سبحانه فإنما وحك لماهن هي هذا اللهم يرضى اللعليا بعثة وعلي صاب بحنتا أما واحد علي ذا دميرشان كذا قصة علي إنما واحد لما هي عرنت صابحين تا زجرة قيلة وواحدة كلمة هل مرة هل مرة أمر كبون كذا واجنا وكذا واجيو فإذاهم قيام ينظروا ورتاعين بطل ورتاعين إذن كواحد كلام على صابحين يا سان الله صابحين ما وهم بشقة كلمة رب العالمين ملك وأمر يبون كذا واج وكذا واجيو بطل ورتاعين ما هم وحوا هول إيو إلهي سبحانه وتعالى دال إيو دبقوا منا كمريا معها ماركا واسلاس ماركا هي بعثة وعيني أمس الضمير الشأن كان يقول قصة وعيني هي ماركا تايد قصة وعيني فإنما وعك لمن هي أي البعثة صابحينتا زجرة وقيرة واحدة كريدة فإذا إسلام مركز بهم الضمدي يمدرون وفيرينيا ما هي فيرينيا إلى أهوال يوم القيامة شدة قيامها كجرتة إلى ما يعدون وحلوه قد يجري أي إنها فعية وإنكري جري قال تعالى إلى أخيري وقالوا وحيرا ذن مكي لصبحي يا ويلنا هلا جميو هذا أوانك فاحضري وقتك أجي ويلة جوراه النائمة وهلاكو هذا متك أوانان تجوبنا يوم الدين ومارنت أبا المارنت هذا كانوا يوم الفصل ومارنتي كالسارد الذي مارنكي كنتم راهتين قالوا تكذبون كوبيني به مارنكا مركز الملائكة وحلوليهي احشروا صوت المية الذين كوي ظلموا الظلم غفلي إيا وأزواجهم وأشباههم كوي كنوا عاها إيا وما وحي كانوا أيهايين يعبدون كوى عابدة من دون الله الله كسوكي فكسو كل ميدان فهدوهم واحد كتو سيدان إلى صراط الجحيم نار الجحيم وددهد وقفوهم چوچية حلقان إنهم أيضا مسؤولون وحدان لو يديناه مركز واحد الوليه ما لكم حين إنسونا بيقالوا لا تناصرون حالاتنا نسكو قرقارين بل اسكب الدائرة اسكو قرقاران إلى وغيري هم قالدي اليوم مانتا مستسلمون أمرك عليه قنسمين الله سبحانه وتعالى وهو النوغا والرمي كفارتو وحيكوان لدونان مالن كالسوء عريو مالن كالسوء عريو سوء عرين تي ديدي جرينو آيات دعادو أو أي أركان أيغو برنان كي تاغن سيدا يوهد لدونان رب العالم النوغا والرمي وحينا النقان أيضا إني نفتو ذا إيديا ويسان إذكال إيدي أو نفتو ذا أي قران إني ظالمين أيغو هايين دارتي الدون أي أيغو شرطة كسو شقيين قال تعالى إلى وحيري وقالوا قالت وحيرهدين يا ويلنا هلاك جميو شواب شواب مدية محدوفة هذا أوانك فاحضري وقتك عاقي والتشوغا مناسب كقوة هاي النائمو هلاك وميلت تبكى إمو وقتك هلاك ومامته هذا مد كانوا أي رهدين قالت يوم الدين ومالك عبد المنطق انديدي كيرني مالك يا دعي waxaan u soo diyaarinay lama arko asaga dhamaanba inaan diidno isku daynayba intaas hadalkoodii ku joogsaday qaala taala ilaahu xuliin marka hadalkaan banbo heeba yawmul fasl waxa iska leh rabbul aalamiin ama sa malaa'ikta iyo mu'miniinta iska leh labada qowba la yiri qowl kala jiro ah qaalada hadalkoodii wali socda laakiin qowlkaas ma cadda marka qaala taala ilaahu xuliin soo qadaro halkaas lagu kala joojina hadalka hore waxa watay kufaarti هذا يوم الفصل نوحا قبل الله قالت تعالى إن الله يري هذا كانوا يوم الفصل ومالنتي كالسارد الذي مالنكي كنتم أبهاتين قالوا تكذبونك وبيني به مالك وكان مانتا تبيني شفتين ساسا رب العالمين كوري أما ملايكتا سيدا سكولي مركزا ملايكتا الأمر
فيقال للملائكة ملائكة وحلوليهي اقشروا صوكل مية الذين كوي ظلموا ظلم غفلي أعظم ظلم نوامحي الاشراك بالله إله أعدك للقرب وضو أعدك للقدره أشرك للقلب إن الشرك لظلم عظيم شركه وقرده ويف مركضتك ظالمين طاها إله حق اسكالها بوضي أعدك لسيي أما سبتك نفتو دي دلي أقدرها لكو دلي ama sadadka maalkoodi boobay ee bil qaystay dadkaas waalimiinta ama dadka irdigoodi iyo sharaftoodi wax ka sheegay dulmigu ila darajadkiisu wax wad intaas u noqdaa oo qofku xaq qalaha inuu taqaado meel kale dhigo waa aqdamu dulm iyo xaq banu aadan kulaha inuu meel kale dhigo ah oo naf qof muslim ah uu dilay ama hanti muslim uu dhacay ama se irdi iyo sharaf qof muslim ku xad gudbay waa dulmiga labaad kan saddexaadna waxa weey naftiisa inuu dulmiyo aad kale wad dulmiyo naftiisu dulmina oo waa maxay waa macsiida qofka iyo alla ka dhaxayda ziradi dumarka islaamada indhaha ku taaga waxa weeyaan daroogada cunidoodi waxa weey qof ma dulminayo laakiin naftiisu uu dulmina xayre adeebka iyo carada allah ka timaada naftiisa gudi hadhow marka dulmigu waa saddexdaas mar allu dulmina qofki bal banu aadan xumaantiis allihii abuuray dulminaya xaqii uu lahayn meel kale dhigay la dulmigu waa wad shay fi ghayr mahalli شيء قاعدين لا بيقول ماشوا إسكالا ملا نحين ما قرأتك إله إبادة أستقى إسكالها تكاقض عيدك لعابدة أستقى حق لها كتاب كيسا إن حبوا لقدك تلغوا الصعودة حق أن تبقوا ليه الله سوى قرأ التستور ومدى أن أيكوك للصعود ورمدى ما أعبورتن حبوا قرأ التستور ومدى أن يأبوري الله خلاص تستور كود وديا كتاب كان أجل موجود أضيقى حتى ربتنا تستور دي جيد أرض مكور أمد أبورو إر أبورو دم أبورو بطفلح أبورو markaas aad dhigi kartaa waxa way waxaan u degsanay laakin in alla abuurtay iyo dul alla googleday iyo dad uu ku dhex abuuray oo nabi u soo dirsado kitaab u soo dejiyay aan ta kiisi calal jambi iraahdan mid u sameysana war waa mujrim sanida soo ma jeedid dulmigaaga falxmadaadu meeshii joogto soo ma jeedid marka dulmi xaq alla lahaa oo meel kale la dhigay ugu weyn kan kalena waa xaqi banu aadanka oo meeshu iska lahaa meel ahayn la dhigo kan saddexaadna waa naftaada dulmiga dulminayda احشروا صاق المية الذين كوا ظلموا ظلم غفلي ايو ازواجهم ازواج سوى على ولك اشباههم بابكي سوى اسمه مو احايك او وحوين بابكي الشركة يهودية دي نصرانة دي مجوسة دي بوديين تي مشركين تي وحوين بابكي اهل الخربادة الخربادة عنو جري انتي خربادة عنو جري تالي لكيني زانيكي زناد دي على لكيني وحوين قاتلك ديجا مسلمك وحوين اسكا عبي جري بابك يتلو بابك دابك ديني جري على لكين بابك يسكو دنبي هاي على الاسوشين اشباه اللو لكي ازواج ده وحشروا ساق المية الذين كوي ظلموا ظلم غفلي ايا وازواجهم كوي شبهي او كنو عاها ايا وما كانوا يعبدون وحي عبي جري وحي اي عبي جري وحلو لكي ده سنميالك يا شياضينتي كنو جران صالحينتي هذا كريش كانوا ضمن حي عابديا نبي الله عيسى سماهن أسبوا كم تجوا حساس اللي يري بحال نبي اسم يري أرجع عابدا ما وصل بهم أيجا مركب كوك ظلمي شيطان عابدا نسوى كبري نقرأ إلى ما الله أرتوا ملاك تسيروا كل سورة وصلى إنه إيمانة ده كملاك عابديا واحد الملاك أيجا قبل الصوشي لما كم تجرا دم من مجري آه شياطين كري عابدا ملاك سماهن شياطين تسوي وحل النار مركب وصنميالك يا شياطين تي أو الله كسوكي العابدي damaan keenay ilaahay iyo wamaa wixii kaano ay ahaayeen yaabduna kuwa aadada min duun ilaahay la kasokay marka la keeno a ilaah wuxuu leeyahay fahduhum waxad ku toosidaan ila siratil jahiin wadada jahiin aada halkaas ku dhigaalay wadada jahiin aqta usara halkaas marka aqta loo saaray jahiin ku aadan yihiin a ilaah wuxuu leeyahay waqifuhum joojiya marka innahum mas'uluna wa la waydina joojiya wa la waydina a'maashoodi la waydin أقواشو ديال الويدين قول كستو كاسو بحي هي فعل كستو كاسو بحي وقدون كإنتا جوكتي تاسع الويدين مركا قفكوا إنو مانتا كلمات دو كوابلا وهوين هي فعل كو سمينا مانتا إنو سيد دقان وغفير صدوي وحبادان مانتا هبل كل ريح وقفكوا هذا الكويرا لكن كلمات دا سبريئة دي كل في الدونتا إليس كده دا دريم الدونة أبا مانتا أبيك هيتان بارين لعام كلمات دان إله مالين كاظهر تكتلو جوكيو elgu weydiyo maxaa ka ima kara adoon dhihin marka tiraado dheh bal hebel ku fogaydidi hebel saaxada kaga saar hebel kur macsi hebel waxa weyn umada kula dhig hebel waxa weyn ku yas kelimadaas dhibaatada ay keri doonto
maalin kaasa dadku dareemayaan marka rabbul alamin wuxuu leeyahay joojiya waxba la weydiinayaa marka la joojiyo waxa la leeyahay ma lakum galo maxay in sugnaaday la tanasaruna xaaladna isku gargaaray adduunka marka dhibaato isku timaad wadinkii isku gurma jiray aa qabiilka isku gurma jiray wariyaha reer hebele waa la hayaa hebele xisbiga isku gurma jiray war xilfigeena iyo qoladan isbahaysiga lahayn la hayaa ee soo gurmada maxay ku dhacay maanta isku gurmateen aa ma isku gurmataan oo waxa weeye wax isku qabataan ilaa wadinkii dhii jireen waxa weeye anaga jamaa ma hayo isku gargaarayna maxaa maanta isku qabalaadin saasalay قال تعالى إلهي خيري ما لكم حين إنسوا ماذا قالوا لا تناصرون حالتنا إسكو قرقارين إلهي كورم رب العالمين وخيري بل إسكبدين إسكو قرقارين هم قالوا اليوم مانتا مستسلمون ويكوهوا قانسامي لأمر الله إلهي أمر كيسيهوا قانسيه بيقى فضوضة مالنكاس هل أمر أو إلهي كالله حمي حقا وصعدا شحيمدا قالا هيا كوفو قادا هل كلمة كسو علمان هرأوس آدين شالنا واحد لك كريوي ورا لك كري قال تعالى الى وحيري واقبل واسو جيستي بعضهم اهل النار كي قبل كود على بعض قبل كالي حقي سوكو سو جيستي يتساعدون حالا اي وحسوي دينا يان اهل النار كي قالوا وحيرا دين اطباع دي لما كستوح ويان بلالك مدحو لي كفرق ائمة الكفر يلي كفرق مدحو لي شركي مدحو لي ايوه اطباعك الرعصا ديك مسلمك iyo waxa weeyaan diinka dadka la dhacay iyo bilqaysiga madax u leeyahay iyo atbaac ku raacsan wax kasto naarta lagu galo madax hoggaamida iyo waxa weeyaan dad u saxbiyeeli labadaas ilay ayag yama ka qorto isku gala quraanka taasu ku xiriye qof walba bal dareenka dadka loo ay wax dareena maanta inaad u saxbin balaal bari aad iska difaaci karin marka atbaacdi ya hadlayaan qaalu waxay raadeen atbaacdi waxay la hadlayaan qaadadi dadkii madaxda ahaa ee naartan sababta ugu noqday innakum idinka ay leeyihiin kuntum waxaad ahaydeen taatuunana kuwa noo yimaada anil yamiin xagga qayrkaad nooga timaadeen oo qayrkaad naga manci jirteen qaalu madaxdi waxay leeyihiin bal iska badda lam takunu idinkaan ahayn mu'miniina kuwa xaq rumaysan laftikiinan qayr lahayn ee dad xaq rumaysantiin annaga nooma saxbineen وما كان لنا نومنا سبنان عليكم كركين من سلطان وحجة ومركا دي راعي دي ميان دليل كو كينا دي قرر عضي هذا اسكا كي سعبيي بل اسكا بداية كنتم إذنك أطبع دا وحدا هيدين قوما قوم قوم كو طاقين قوقي أحد قدبي إذنك حمانتون لفع نات فحقا وحدا هو الولدين عبادنين فحقا وحا كو سبنا دي علينا دوشينا دان هاي مدحدي إيا إذنك أطبع دابا قول ربنا ربنا قول كيسي أوليري لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كاسا نوصق نابي إنا أنك تمامتين لذائقون عذاب كان لدمينا فأقويناكم صح ويترتائنا إن باديين محايا لي إنا كنا غاوين أنك باديين بادي راضي أنك ملب كيغان كويري حانك أهلي وحان كسقنا أنك كويري فإنهم قال تعالى إله حيري دمارك وعدا ماذا وكي مرحبا فإنهم قالوا أما مرحا نقضين أما أطباحا نقضين يومئذ مالنكاس في العذاب عذاب كدهلي سي مشتركون وذاقيا عذاب كاس أي وذاقيا قالت تعالى له وحيري إنا أنك كذلك صداس أن قصة ميني أن نفعل قصة ميني بالمجرمين الدنبي ليالك ميالك سيجوغا دنبي ليالك أن نارتا وحي كم متين أي إله نوشيك وحي أبوين وظلم أبوين وشركي مربع هذه الظلم الله شيكو كاس أبوين في القرآن إلى وقل سبحانه إنهم كفارتان كانوا وحي أهايين إذا قيل اللهم مركا ليلة هذو لا إله مد حق لغو عابدا مجرو إلا الله الله ما هنه يستكبرون كويس وينيسي أهايين ويقولون وحي نبيه جرين أعنا أنك لطاركو آلهتنا ما إلهيال كنيان أغتبين لشاعر قبيعي مجنون والا بل موال النبي محمد جاء وحليم بالحق حق وصدق ونرهميي المرسلين وصوشي كهريدي الله سبحانه وتعالى وحنوضا ورمي كفارتو سيدا يسكو ايضاين ايام بنانكا قيامها مركا لتاقين يهي ايام مركا الدركات كالنار تقود عامبا ويس ايضاين ايام ومرار بدن اقران كوارهن تسكو العينية قف والبومانتا وحويان بلال هو صعبين
ayaan darada banu aadanka waxa kamid ah waxa weeyaan asaga adduunka in jaran jar laga dhigto oo lagu gaaro masarix adduun aakhirana waxa weeyaan amaanta laga difaaci wax ka daran male marka waxa weeyaan qofka aad maanta ugu saxbinaydo waxa weeyaan waa qabiilkaygi oo sidaas ayaan ku taageen maanta aad ugu saxbinaydo waa ururkaygi iyo xisbigaygi oo aad sidaas balaalka ugu saxbinaydo aad ugu saxbinaydo dalaal xun oo muddo adiga risaaqada Ilaahay inuu san ku qorin oo laa biil yaran ka calaqsanaya asna ay ugu gaaro kursiga dhamaan waxa sumeelxnay kaaga soo horjeesanaysa meel xun ayay iska hor imaanaysa bal fiiri ilaahay wuxuu subhana wa aqbala waxa soo qaabilay baadhum ahlun naarki gabal kor ala baadhin gabal ka kale ya tasaaluna xaala ay wax isweydiinayaan qaaru atbaadi waxay raahdeen kuwi oo waxa weeyaan ayaga taageerayaalka aha ee waxa weyn kufaarta iyo ahlu shirkiga taageerayaalka u aha waxa weyn dhiibiyacyada dadka muslimka laaya taageerada u aha soo dil soo qabo soo marxa ku dhufo saas ugu sacbi jiray oo taageero ugu aha marna isma dhihin ilaah marka la hortago yaa kaaga jawaabaya marna kuma uusan fakarin laakiin biswey aniga waalay amray uley waalay amray madaxda ilaahay amartu uley madaxdu waa ka difaaca cadaab kale bay ku amreen qaalu waxay yiraahdeen waxa hadlaya kuwi taageerayaalka aha innakum idinka waxay laadlayeen madaxdoodii innakum idinka madaxda ah kuntum waxaad ahaydeen taatuunana kuwa nooga yimaada aniga miin xagga midigta waxaa loola jeedaa midigta midigta waxaa loola jeedaa xaqa xaggiisad nooga imaan jirteen daacada iyo khayrka iyo xaqa dhankaasaad naga xigsateen oo waxa weyn xaqiyaad noo qoonsateen naga celinaydeen daacaadkeed naga celideen iimaankii tawxiidkii sunnadii daacadii alle macaasidaad noo qurxideen saasay leeyihin taas waa qowl qowlna waxa weeyaan xagga xoogga maadaama aad xoog lahaydeen mugta qofka du xooga xoog leeyahay dad badan u saxbiya waa wax loobiya qofka du xoog leeyahay laba qolaan u sacbinayda qof dana uga jira isle qofkan wadanka qabsay u sacbi aad xoogaa ka heshide iyo qofka cabsaa isle war xoog u leeyahay dadan u sacbin aday ku dhamaana uu ku dhamaynaa uu ku dhamayn u sacbi labada waa ducafu wey aan aakhirada rumaysanayn ee qof aakhirada rumaysano qof uguma sacbiyo mana ku taageero xoog u leeyahay ma ku taageero dhaqaaladkeeda kuma taageero qofka iimaankiisu waa inuu xukumaa oo uu fiiriyaa maxaa ilaahay raalli ka yahay khalas wax kale uusan wax ku miisaamin taasaa laga rabaa qofka marka xagga xoogga taas waa lagu fasiray maxaa leeyahay yamiintu waa ka xoog badan gacanta kale marka xagga xoogga dooga timaadeen meesha balaayadu nooga dhacday waxa weyn xoogaad lahaydeen dadnaan xoog lahaayeen inay ma sacbanin idin maadaama xoog lahaydeen saasaan ku kadsoona xooggaas ma sacbin iyo xagga daacada iyo khayrka nooga timaadeen taas macnaheedu waxa weyn daacadka iyo khayrkii ayaa naga celideen oo xumaantii aad noo qurxideen labada macnaba waa sawaab marka waxay leeyihiin innakum idinka kuntum waxaad ahaydeen madax yahay taatuunana kuwa nooga yimaada ani yamiin xagga daacada iyo khayrka xagga khayrkaad nooga imaan jirteen amase xagga xooggaas aad nagu kadideen oo nooga timaadeen madaxdii yaa hadleen qaaluu madaxdii waxay yiraahdeen bal iskabada annagu waxba idin kagama imaan xagga midigta lam takuunuu idinkaan ahayn mu'miniina kuwa xaqa rumaysan idinkaan quluubtiinnu xaqa rumaysnayn quluubtiinna xaqa diidaneed oo inkirsaneed quluubtiinna kufriga iyo macaasida ogoleed ee waxa weyn haddaan qalbigaaga kufri iyo xumaano ku jirin ima sacbideen imana racdeen saasiilii wamaa kaana lanaa noomana sugnaanin calaykum korkiinna min suldaanin wax xujaa fiir hadalkaas bal ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kufaarta madaxda waxay leeyihiin wamaa kaana lanaa nooguma sugnaanin calaykum korkiina min suldaanin wuxuu jaafiiri muxuu yidhi xaafid ibnu kathiir min xujatin calaa sixati maa dacawnaakum ilay waxa aan idinkugu yeerayno inay sax yihiin xujo umaanan keenin mashuukiya xujo loo keeni karaa waxa weyn waa shure haddii wax loo keene middeeda kaleeto waxa la ogsoon yahay kufriga badanaaba waxa uu dadka ugu yeerayo adduunyadu ku qartiya ee ma yidhaahdo waxa weeyaan qaala allahu iyo alla soo diray u fiirso kaafiriinta markay hadlayaan kafarada waxa weeyaan adduunka hor markiisan ka shaqaynayna waxa weeyaan adduunka in laga saaro sharta iyo balaayada dhex boodayda asaga intaasuu ka hadla horumaran keenayna waa dhaqaalahan horumarinayna amnigan ka shaqaynayna berisanaadkan soo celayna kufaartu intaasu wey soo ma jeedid laakiin nabiyaalka iyo atbaacda waxay ku hadlaan allaa yidhi waxaan nabigaa yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi waxaas haddii la sameeyo dembigaa lagu helaa waa lagu naar mudana allaa yidhi waxaas haddii la waxa weeye layska daayo wanaaggaasaa lagu helaa haddii waxaas la sameeyo jannaa lagu helaa nabiyaalka iyo dadka atbaacul anbiyaa ah waxay ka hadlaan xuju oo wax alla yidhi wax nebi yidhi ayay dadka u sheegaan
لكن كف كفرها وحوي وحي كقر قيام ضدك الدنيا الدنيا ده سنهر مرينا هنا تنا قبائلنا برسمات كبر وقده هرف مركز نقالها أمنية واقف واقف وحاسو دلدلة وحاسو دلدلة كافر سو ما تجدي مركز وحي ليهن قال هذا ما رحبه والريارة مركز من الرائعين حجم يأكلنا وحان وضنا وحان عوضنا وحج وحق واتن الله يرمي هذا ما قشولي ما دليل كينا ما كده راعي فيه ما أنت مركز قف والبابا وحاد راعي ذو تاجيري ذو تشعلان ذو وحاد نبعان ذو وحاد كون ميزان دان دليل هالنوضو دليل كون أخيري يا مدلول كون إسليه أحطو حتى قفكو بلا الأسابة وطلو قال الله إسكير هذا قال الله ذو ميشا متوسي ما توسي ذو بلا قال الله بلا ما توستو مركز وحال ربا قفكو ورطة دليل موطا حدوة دليلك يا مسليه ميشا او دليشنا مسليه ما أسكفير ذا بري قيام هديك الواحد كهري ما دونتا ما ناحي تشك يعني هذا يقول رعد هو اللي يدان كوشي يقول رعد سو دلال ما يدي باطو ودلال يدي باطو مركا وحي لين أنك السلطان معنا اللهين وحي كده معنا كالي أنك أود ميان كو قسمنا كفر إيمان الله أنت معنا قسم كو قدر قيه أود ميان لها ونكو قدر أود بيدا إيمان كميان وحي لين تقلبك كسي من كفر قلبك كجري وامي لكن معناها سو حافظ كون قاف صديه بل كما ده يكون تريدينك واحد هيدين قوما قام قام كطاقنا حد قدبي إذنك واحد ينتج حقا كتقدبي مركزات واحد على واحد إنك ويا هنا تصع بنيده وإذا كان أجيبتين إذنك حقا كتجي بعد الكين أجيبي حق النبيال كله يمادين مركز النبيال كفير محيو الحافظ من كثير أي بل كان فيكم دقيان إذنك قوق من كتري ومجاوزة للحق حق إذنك كتقدبي فلهذا استجبتم لنا ساسات أنك أو كفر يا بلال إنك هو يرين ساسا نو أخبرشين وتركتم الحق حقنا ساسا وقتكتين الذي جاءتكم به الأنبياء النبيالكم إن لي مادين وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به ما كيف جوين إن كل أوجين وحا إن لي مادين إن صحيح وقتكتين فقالفتم وانا قلافتين ما كفيري وحا النار تلوغل ما كواما حي ما أنت وحا أتراعي وإن كل رعبا حجو حجو او الله حقي سكتمت وها اديدا انا وانا كنت ديدا انو سن حجلهن حكو راعين هودان ما انت وحانا ميشان اني دمتيد ما انت ادون كبسي شاي وميشا ما تلقو مقله ما انت بريسكي ادونا هلكان كبسيل نفطا لمداس كتون مدا اوو درنوا مداس مدا اوو درنوا مدا marka madaxdi qaadadii hadalkiisii wadaata waxa yiraadeen iska daayan nacnacda wax tar maydan فحق علينا دش انه كسرنا بقول ربنا ربي قال هذا الكيس سو ربي ما دين لا ام لان جهنم من الجنات وما ساجمعين وان نغ سغنا بي جهنم ما لهم بل في الدون كان ايغا كان نصيب حما اخرن اني كل تر المدفي الدون كان ودار وحا ويان عيان وي دبكا لو شتا جرن جرن لا دكتا وح اي نولو حيان مال اخرن وا كاسيده لو غه في حيلين وان نغ سغنا بقول كي الله وحبا وحا ويان وحرا اني ترمي قيلاد اي بويد فحق علينا تشأن وحاكسنا بقول ربنا رب كان قول كنسا إنا أنك لذائق العذاب عذاب كان دمينا فأقويناكم واتل تهرطينا أن بعض يسمين وان بلالك إنك ويرني لكن إنا كنا غاوين أنك بعض يسمين قف كميو ذاك ويرا وحويان وحوصنا سووا أمسرين وحوصنا كما سقمين بلالك أنك أكو سقمين بلالك أنك تغير أذات سين ذيك أسكا كان رعي لكن تجمك إن أمك نفتي جاب النفط على مكال كلام وقف تي سي وبعد يرد هنوم كره هذه إدعى تغيير هذا يهيل كأنه قنوي ده فرت أسرع نفتي سما طريق ناريد وقص علامة طريق شم وفير صارن ده طريق ناريد قف قص على هذا دي ونأكل كره هذه ذكور هذا واحد إنكاره قب هذا ديكم ما بيع كرتون وكبر هذه أديك قال تعالى إلى وحيري فإنهم قادتي يتبعني اسكت در لبدو ده يومئذ مارن كاس في العذاب عذاب كده يصير مشتركون وذاقية تقدر واحد ويان كحجلان تاجر أو هيولي بريها كابح تاجر أوطة فين تاجر حتى واحد يكرت الصقر الصقر واحد بقى من إنه قلبك تاجر كي أنت سهلك كل معي مرك وعدة تاجر هذا كفيس كفيس تاجر هذا كفيس إلى وقول سبحانه إنا أنجا كذلك سداس كواس أن كسميني أن نفعل كسميني نبيل مجرمين دمبيليال محل عذابه دم بيجا عذابك يكون مدن يواك بالقف البسيط وسكجا إلى لي وآخره لكم أيضا إلى وقول سبحانه إنهم كفار تاس كانوا وحياهين
إذا قيل اللهم مرك الليلة لا إله مد حق لغو عابدا نجرو إلا الله الله ما هاني إكلا عبادة مضانو مجرتو يستقبلون ويسلوا ويناجري إنا أقبلان أنا مليز وحاس ودير جري هل كاس مرك دنبك أقوه إنا نارت لغو مضانا محون نقضي إنا ديدو ألا كريس العابد أو أنت أرنتاس أتسكلا ويناجري نار تدم بيقول لكم مدنى أقوه واحدة ألا كاريس هل عابدو مركا اللي يرهدو إنا تلبسطو إنا ديدو إنا تكسنتكتو كاسوي ويقولون قالدو وحيليهن مركا اللي يرهد ألا كاريس هل عابدو أعنا أنك لطاركو آلياتنا إلا يالك إنكو يوتك يمي أنهاي لشاعرين قبيعي مجنون والا والنبي حدا حساس بقوله صلى الله عليه وسلم نين قبيعي أهو والا نوركي سميان وغتك إنت سو إلهن عابدو جرني ساسيلي تاسونا ما هي كتب سيدا أنبياء ذا وحل قليه وحوين أفلقات ذا يحمان يعيد النبيال كالقليه جري متك بضل قليه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول وحي الرسول شال قليه جري وحك بضل قليه ما سيسترت ذا أتنوين أترالي نقطته معناها حق أتكرر لنقطته كنا صبرتا ببكاس إلا هو الدفاع أنبياء ديس نبي محمد الدفاع إلا هو ذري سبحانه بل إسكد معها شاعر والا جاء النبي محمد يوحو الليم بالحق حق أي الليم وصدق وانا أرمي المرسلين رسول شهر الله صوت رينا وحي الليم هذين إنا حقه تاس أي الشيء أرمي قال تعالى إله وحيره إنكم إذنك لذائق العذاب عذابك كويدد من آياتهن عذابك الأليم المؤلم أي حنوشية وما تجزون الله إنكم أضال مرمى إلا ما شيء مهن كنتم أضاة تعملونك وصمية إلا عباد الله إلهي الدمدي سماهن الضمر المخلصين إلا برحتري أولئك كواس لصوص شيغي لهم وحاوسوا ناضي رزق رساقة رزق قاسوا معلوم ليقان فواكه قدار أسوء ناطي والحال أي قدار أسوء ناطي هم أيها مكرمون الله كرامينا في جنات النعيم شيء ليسكو قبر واقعي جنوين كيس أيها لقود كرامينا على سرور سرير كركود حاليكو سوء ناطي متقابلين حاليسك سهر جيدان أيها الله كرامينا يضافوا حال الوريغ عليهم كركود بكأس غلاس حمراء قمر باسو من معين إلقوا القليدة حق دكاتي قمر باسو بيضاء أت وحق مدد كيدو قروح بدن يهي قمر باسو لذات معان بدن للشاربين دادك عبيان أم معان بدن قمر باسو لا فيها قول على الحنون أوسن كسوغنين أمام ذا حنون ولا هم أي سنهين دادك عبيا يوزفونك وعقلك لغت قروريو عنها لأجلها قمر دا درتيب وعندهم أهل جنهاتو دوحا هذي قاصرات الطرفي إشودة قبضة قابية وكو قابية على أزواجهن وهوين رقو على أزواجهن رقو دوكو قابية قبضها سعين إن دوهوين كأنهن قبضها سوحات أم ليسا ويؤديهن بيض وكم تاسو مكنون كعنها لقى إلى اليوم ولي لطابا الله سبحانه وتعالى وقال خطابا يا مركة هوري كفارتي أدسكو إيديي قال تعالى له غيره إنكم إذنك قالوا لذائق العذاب عذابك كويدة من آياتهن عذابك الأليم المؤلم أي حموشية عذابك ودبيدة وما تجزون من الله ينكو أبال مرينيو إلا ما شيء ما كنتم أضاهتين تعملونك وصميه وحا الله ينكو أبال مرينيو عذابك كمضتين ووحد شقيصتين لين الظلمين ما دم بأدنا شقيصة لين سارم ما إلا عباد الله إلهي الدمدي سماهاني الضمرة المخلصين إلى برحة تري الضمرة اللي أيها وحي سمعيين وقو أبا المريمة كريم وحي أي سمعيين وغناك أها وحوين والطبان قورا لولا اللابي تضبط بقولا قورا لولا اللابي كبضان قار لولا اللابي سيئات كودين والله طاف المخلصين هذي اللامك الله كوردقو وقو إلهي داعدي سأقار يالي المخلصين لم تعدين لهوس بقى اسم فعلا قد بقانا وكوة عبادة إله أكلية أولئك كواس ومحي ومخلصين الضمار مخلصين أولئك كواس لهم وحا أسرنا ذي رزق رزاقة رزقها سوى معلوم ليقان وشنظ رزقها معلوم فواكيه كبدل قدار أسرنا والحال أي رزقها سوى سرنا هم
عباد الرحمن أو عباد الله الضمد الله هم تلوئرين والحال هم الضمد أصلا مكرمون لكرامين يولا ما موسى يو في جنات النعيم شيء ليس كون نعيب بيرهود أيال لغو كرامين بيرو أول بك وحويا مركا لرب صفة عن الله مرتقاده وحالي ليا بيرتا بحي يدال لغو مرتقاده markaas ayago meel kasta geedii ka xigaaniyo qudaartii ameeshas wax lagu siina wadad aad loo karaamaynayo beertii hebel ama martiqaad lagu sameeyay leey marka rabbul caalamin wuxuu leeyahay dadkaas waxa lagu karaamaynaa beere geedo waaweyn oo geed mirood leh kuwaas lagu dhex karaamaynaa ala sururi sariir xaalay ku sugan yihiin la karaamaynaa sar mutaqabilina xaala iska soo wada horjeeda oo mid walba sariirtiisu saaran yahay mid midka kale dhabarkiisa fiirina laguma arko oo dadku markay isnaceb yihiin ay kala jeestaan waa dad isku faraxsan oo midba midka kale ka soo horjeedo xataa markay kala tagayaan midba gabaal u baxaya mid midka kale dhabarka xijinaa malan ayla waxa dhamaatay uu gurud iyo xuqdad markaas ay meesha wax ku qorayaan yudaf waxa la la wareega calayim korkooda bi kaasin galaas qamra qamrada galaaska marka qamra ku jirtaa la yiraa kaasi بكاسن غلاس قمرا قمرا اسمها وحلا مجوجيه وصفهم وقلي لغا مجوجيه معنا ما تنير معهن قمرا باسو من معين القلقل إذا حق إذا كهات وإن اسكسعت ولي سعداء ولي قمرا قمرا باسو بيضاء قرف بضان عد قمرا عدوي ومنب كيدا كريوكو فرحات قلنا قمرا باسو لذة حق الدنان حق الدن كان معان ومعان كيدو كأجب قلنا للشاربين كو تعلوجي أي أم أنتي أما كسفه معان كاسو للشاربين دكا أبي أسوك نابي لا فيها قول قمرا باسو كاسبيا لغوض سفينا قمرا باسو لا فيها تحرير أسوك كسوك نام غول مدحنون غولك مدحنون كواليرا على الحنون كواليرا لغضبا مدحنون كما سوكنا ولا هم مرعان دكا أهل جنها ينزفون كوا العقل قروريو aan hal li ajlaha qamrada darteed waalka hadii wixii ku jiray laga shubo ee saas wax weyn afka loo fooradiyo wixii hata ku dhagana darbida waa ka gororayaan Soomaa qamrada adduun qofku markuu cabo aqliga disku harimi waa ka gororay ah markaas waxa la arkaa waxa weeyaan ninki dhamaayo madaxda ay goolkaan xukumay oo meeshan isku xara laamiga yeyay uf Soomaa jeedi disku ma hanan kaas disku arko aa ma bihi ka taa aqlku ar marka waa ka goror qamrada waa taas ilaa wuxuu leeyahay warsaas maan aqrimi daaqiro mid daaqir aqli ka goror ma ana aqli ka baam ka bihi ma way ka bihi ma marka dhamaan waxyaalaha lagu yiqiin mid adduun oo dhan laga anfi mid adduun waa la moojiya tan waa il qulqulayda mid adduun waa fool untahay wa biixma wasaqa oo calaw ah tan waxa weeyaan waa mid aad u isha farxad galida tan adduun waa xaraar iyo wasaq تام هو معان دك عليا ماذا حنون يا على الحنطات على شيء حنون كذا أدون تام على الحنون ملا ما هو إن ماذا حنون ملا وقاس كل شو بيا على شيء لأيه مركا على الحنون ما ماذا حنون ملا عقل الجرارين ملا أي عقل الجفر حدو سيسي سريع وإن دام عبي تاني أن تمرك لقى هذا لي حاجة شهوة جد شدي لقى الله إلى وحده سبحانه وإن دهم وأهل الجنة جت وضع هذا قاصرات الطرف أرجو ذك بقابية oo ala aswaajina ku gaabiyo gabdho oo wax weeyaan ku qanacsan ilaa subhana wa taala ragga uu siiyay ha ahaadeen gabdhihii saalixaadka aha ee adduunka ku soo cibaadeystay oo zawjkeeda haday is adduunka qabtay dhinteenna hadda kuwaas aan la siinaaba ayagoo dabcigii inta wax weyn la hagaajiyay aan dib isugu dhacayn oo laga cabsayn haddii ay wax weyn ayadoonba la guursan dhimatayna wax weyn mid u laaqa ayaa rabbul caalamin xaqqa ku siina marka kuwa kale tana jannadaaba lagu abuura xurul ciin ah marka gabdhahaas dhammaan gabar kastaaba zawjka la siiyey way ku qanacsan tahay oo hanqaltaa kale kuma jiro gabdhahaas oo ciinun indha waaweyn oo isha meesheeda cad ayaa weyn markaasay qurux badan tahay ilaahay wuxuu subxaana ka annahunna gabdhahaas waxaad moodaa baydun ukun ukunaad moodaa oo ukunta oran maahane ukunta weliba gorayada kaasaad moodaa ukuntaasoo makruurun gacmaha laga ilaaliyey oo cadaan weyda maahan ee waa cadaan oo waxa weeyaan gaduud kale ku jiro oo aad u qurux badan marka kuwaas ayay iska leeyihiin mutaqiinta allah subxaana wa tacaala aclam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad